إحسان لسه لهلأ ما خلصت شغل؟ بدك جيب لك قهوة شي؟ لا ماشي. صح، شو صار؟ وقع زاهين على أوراق الطلاق بالأخير؟ ما راح يوقع بسهولة، هيك بينها حياته. أي اسمعني، إذا ما عندك مانع كنت عم فكر، إحسان ليش ما بتسامح زاهين على اللي عمله؟ أنتي جنيتي ولا شو؟ بدك يعني سامحه على عملته؟ لا إحسان مو هيك، بس يعني هو بالآخر بيكون زوجة لسارة. مو مهم أبداً، أنتي بتعرفي منيح هنن كيف تزوجوا، وأنا حتى ما كنت موافق وقتها، بعت له الوراق وعن قريب رح نرتاح. وشو رح يصير إذا سامحتهم؟ مو هاد اختيار سارة بالأخير؟ مو بس قانونياً ودينياً كمان. ليك عم قول هذا الحكي لأنه شفت بعيون سارة قد هي عن جد بتحبه لزاهين. أنتوا اتنين أساساً بتكرهوا بعض، بعرف وشايف، فكيف هيك صرتي شايفة حب بعيونها؟ لأني بنت وبقدر أفهم كتير منيح هي المشاعر. أنت أبوها وأكيد ما رح تجي وتحكي قدامك عن كل هالمشاعر. ليك إحسان بغض النظر عن الطريقة يلي صار فيها الزواج، بس بالحقيقة إنه سارة ما بدها تنفصل عن زاهين. بنتي أنا مستحيل تنزل لهذا المستوى، هي ما رح تقدر تكمل حياتها مع هذا. ما عم تقدر تقلك شو بتحس، بس أنت ما عم بتشوف الحزن يلي جواتها أبدا وقد هي مشتاقت له، و ما عم بقدر أفهم أبدا شو الشي يلي مو موجود عند زاهين. هو شخص متعلم وذكي كتير كمان، وإذا أنت قدمت له شوية دعم متأكدة رح يتقدم كتير، وأنا شخصياً ما بشوف إنه سارم أحسن بشي من زاهين. أنت ليش ما بتجيب زاهين وبتخليه يضل هون بالبيت عندك؟ بس خرسي شازمة، وين سارم وين هذا زاهين؟ لبقى تحكي هذا الحكي الغبي قدامي مرة تانية. لا تستعجل بقرارك إحسان، شو رح ينفع إذا حسيت بالندم بعدين؟ لا هيك كتير.